اليوم جينا للقاهرة ماشي في إسماعيلية، لما جينا في القاهرة وقلت علاش لا ما نصورش فيديو ونبارطاجي معاكم ونشوفوا هكايا شي بلايص، ونتمنى نشوفكم على فيديو. وديما ديما لايك، واللي أول مرة غادي يشوف القناة ديالي يدعمني ويدير الاشتراك أكيد، كنحماق عليكم وخليكم مع الفيديو. وهذه هي السفارة المغربية. روح هناك، روح هناك، روح هناك. ها فين جات اللي بغى زعما يجي السفارة. يلا بسلامة السفارة. ها هي جات في مكان زين صراحة، جات في مكان سميتو الزمالك، اكيد راه كلشي راه عارفه. حبوبات هادي واحد البلاصه في القاهره اكيد راه اغلبيه كيعرفها، سميتها الحسين. الحسين شنو هذا؟ مسجد، هذا مسجد الحسين. فيها محلات، فيها قهاوي، فيها هذا الحسين بحال نقول لك هذا الحسين، الاحياء الشعبيه القديمه صح، الاحياء الشعبيه القديمه. أحسن من محلات أجي نسول هذا شحال كيدير العبد الحليم. عادي أصور. هي عندهم هادشي ديال كم عبد الحليم؟ عبد الحليم عندي مقاس يعني عنديش صغير، عندي بيبقى المقاس ده مثلا، هبقى اجيب لك منه عبد الحليم. ده بكام؟ 100 جنيه اهو، ده ب 100 جنيه ده هو عبد الحليم. اهو ده مسكين جايبينه وحش. ياك في عندي تشكيلة أكبر جوه لو حابة تفرج. لا مش عاوزة أكبر، أنا عاوزة بس. يلا حتى نرجع، حتى نرجع ماشي. هذا هو اللي كنا أخذنا منه فاكر؟ عندي اللي أنت بتدور عليه. فضل 5 جنيه. بغيت ناخذ. تحب تشوفها دايما؟ في برضه كوليكشن كبير نفس المحل لو عايز تفتكر اسعار جمله عندي، بس عندي حاجات بتبدا ب 10 و 5. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. هذا كله محلات. اتفضل يا
واحد البلاصه سميتها العتبه، كتكون زحمه 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 زحمه. فيها داكشي ديال كيبيعوا داكشي ديال الجمله ياك بحال داكشي اللي عندنا حنا في كاز نربعو. صافي هنا حبوبات جينا لواحد المول سميتو سيتي سانتر بلازا، شوي جاي في طريق السويس. ومن بعد ما سالينا من داك الحسين وداكشي جينا المول، جينا نيت باش ناكلو، كان فينا نموت ديال الجوع، وندورو هكايا شويه في المول وندوركم معايا شي شويه. باقين في المول، ونربو غير في الدور.
سالينا من المول وجينا لواحد البلاصه سميتها الرحاب، ياك محمود؟ في القاهره فيها شي دابا تقلب الجو ولا البرد. الصباح كان المود ديال الصهد، دابا يا ولا المود ديال البرد. المهم هاد البلاصه هادي كلها قهاوي، دي ريستورون هكايا ديال الماكله وديال ان شاء الله هاد البلاصه بوحدها حتى هي، هادي سميتها سيتي سكوير، هادي مجمعين فيها حتى هي بحال قلتو مهم لي ريستو شويه الكلاس. جات حتى هي في الرحاب تجمع فيها. ماما غتشوف هاد الفيديو غادي تعقل على هاد البلاصه. البارح كان تقطع لي التليفون يطفى ملي صورت لكم في القهوه، يعني ملي مشينا لديك الريستو طفى لي التليفون الوغ ما كملتش التصوير وما درتش الخاتمه للفيديو. فاليوم اليوم الثاني اللي هو الجمعه، فجينا هكايا النادي، جبنا بنتي تلاقينا مع صحابنا وداكشي، وقلت علاش لا ما نختمش الفيديو هنايا ونوريكم هكايا شي لقطات. كنتمنى يعجبكم الفيديو ويكون خفيف ظريف عليكم، وما تنساونيش من لي لايك لي كومونتير، واللي اول مره غادي يشوف وجهي اكيد ينزل يدير الاشتراك. وكنحماق عليكم وغادي نخليكم هنايا الانستغرام ديالي اللي بغى يدخل ويسولني على شي حاجه ويديروا لي فولو. وكنشكركم بزاف 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 على الدعم ديالكم، كنحماق عليكم والى فيديو جاي ان شاء الله. لكم غير دويره خفيفه، المهم هذا هو النادي. يلا هذا هو المدخل ديالو، هنايا كاين الباركين، وهذه الدخله ديال نادي الدانفار. هتلاقيه عايز